السلام عليكم، بخير غنيين خير الدنيا وسليكم. اليوم موضوع مهم، ما تزابيوش، نخلي لكم فيديو ومن بعد نكملو. السلام عليكم غنيين، كي دايرين؟ بخير. ايوا حنا شادين الطريق ثاني نهار اخر، اللي مجمع خرجت الوحده عندي، كنخدم نهار الجمعة، كنخدم نص ساعة زايدة باش السبت، كنخدم نص ساعة ناقصة، هاديك نص ساعة اللي كنخدمها غدا غنخدمها اليوم، كنخرج معطر شوية حتى للجوج باش نستغل نهار السبت، غنخدمها ثلاثة السوايع ونص. عندنا داكشي الوقت محسوب، عندنا خدمتي ساعة راك صافي، راك ساعة، راه عندك ساعة راك غتخدم ساعة، عندك ربع السوايع تخدم ربع السوايع، عندك 8 تخدم 8، مكاينش يزيدك ما ينقصلك، الوقت عندنا مضبوط، هذه الحاجة الزوينة هنايا. المهم نبداو في الموضوع ديالنا إن شاء الله. أوف، موضوع مهم بالنسبة بالخصوص بالنسبة للجالية المغربية اللي كتعيش في أوروبا. أنا نقلب شوفوا الطريق كالعادة، ولف دابا انايا انا هكا كنهضر كنكون مرتاح. المهم كما كتعرفوا، المهم المغاربه اللي عايشين في اوروبا ولا عايشين في المغرب ولا اللي كي عندو المشروع ديالو ان شاء الله يجي لاوروبا يعيش في اوروبا، المهم هذه كتبقى فائده بالنسبه ل واحد يستافد شويه وصافي، معلومات يستافد. المهم كما كتعرفوا الاحزاب السياسيه، انا الاحزاب العنصريه اللي كاين في اوروبا راه غاداو غاداو كتطلع على الاتباع ديالها بزاف، راه كاين شي دوار راه هنا في اسبانيا، وراه كاين في شي جوايه راهم دابا في الحكم، كاين في شي بحال مثلا في اندلسيا وفي مورسيا، المهم في روسيا في مورسيا راهم شتو، يعني راه غاد راه ما بقاوش اف وما شوف في وقت قريب، وما حيت ما كانوش هما، ما كانوش هما كحزب، دابا هذا الحزب العنصري اللي ما غاديش نسميه، ما كانش هو، كان كيخدم ولكن في طريقة غير قانونية، ما كانش معترف به كحزب، كانوا كيخدموا في مواقع التواصل الاجتماعي، داكشي باش كيجلبوا بنادم، ودابا دابا ولاو يشاركوا في الانتخابات، ولاو معترف به، واخا أنهم حزب عنصري، فهمتوا؟ واخا أنهم حزب عنصري و تيقولوها بدون حياء وبدون كيقولوا ليش حنا حزب عنصري، حنا ما كنبغيوش المهاجرين، حنا ما كنبغيوش المسلمين، حنا ما كنبغيوش الاسلام، حنا ما كن... هادشي ما فيه لا حياء ولا هادشي، كيتقال نيشان، كيتقال في وسائل الاعلام وكيستضافوهم قنوات تلفزيه وبرامج، ماشي هنا في اسبانيا، اوروبا كلها، اوروبا كلها، انتم راه عارفين اللي عايشين في فرنسا، راه عارفين اللي في الالمان، اللي في الالمان راهم كانوا باغيين يديروا انقلاب، راه المهم راكم شفتوا شنو وقع. المهم هاد الناس هادو هادو ما خصناش نبقاو نقولوا حزب عنصري وصافي، هنا في اوروبا راه كاين القانون، هنا راه كاين هادي قانون تحمينا، والقانون كيحميك دابا، ولكن لا شدوا الحكم في اوروبا كلها، راه هما اللي يديروا قوانين جديده، هما هادشي هما شنو الطموح ديالهم، هما الاحزاب العنصريه انا ما نتفاكش معاهم، هما الاحزاب العنصريه ديما نهضر عليهم، اشنو الطموح ديال هاد الناس هادو، الطموح ديالهم هما يشدوا الحكم في اوروبا ويسيطروا على اوروبا، يسيطروا على، هما باغيين يخرجوا، اول حاجه باغيين يخرجوا من الاتحاد الاوروبي، علاش باغيين يخرجوا من الاتحاد الاوروبي؟ راه ماشي اغبياء، عارف اش كيديروا، علاش باغيين يخرجوا من الاتحاد الاوروبي؟ الاتحاد الاوروبي هو اللي كيضمن هذه الحريات، حقوق الانسان، حقوق الاقليات، حقوق التدين، انت لما تبغي تمشي مثلا المسجد تمشي تصلي وبكل حريه ودير الشعائر ديالك الدينيه وداكشي، ما كتضمنهاش الدوله اللي انت فيها، كيضمنها لك حتى الاتحاد الاوروبي، البرلمان الاوروبي والمحكمه الاوروبيه والاحزاب السياسيه الاوروبيه بصفه عامه، ولهذا هما باغيين يخرجوا. اولا اول حاجه راه كلهم كيقولوها، كلهم بحال هذوك البريطانيين اللي خرجوا من الاتحاد الاوروبي، راه ماشي راهم خرجوا، خرجوا صافي راه واقع، وتا هادو هنايا هادو في اوروبا الاحزاب السياسيه العنصريه في الدول الاوروبيه شنو اللي باغيين يديروا؟ ايطاليا، فرنسا، اسبانيا، الالمان باغيين يخرجوا من الاتحاد الاوروبي،
الطاليان المهم راه مربحوا ما عرفنا واش يديروا غير علاش باغين يخرجوا للاتحاد الاوروبي باش من كيخرجوا كتولي قوانين ديالهم خاصه بهم لا بغا مثلا يدير المهم ما بغيتش المهاجرين اللي ما خدامش اجري عليه فكون عنده الورق وما راهش اللي باغين يديروا المهم باش ندخل انا نصب الموضوع الاساس هذا الشيء كنهضر بصفه عامه باش ندخل الاساس هو انهم شنو باغين يديروا هنا في اسبانيا الا شد لا ربحوا لا حكموا وكاين احتمال كبير انهم يحكموا مع الحزب الشعبي الحزب الشعبي تيقولوا انه التوقعات واستطلاعات الراي تيقول لك راه ينجح في الانتخابات الجايه هما اللي يولي الرئيس ديال اسبانيا يولي من الحزب الشعبي والحزب الشعبي الا نجح ما يديش لا مايوريه ما يديش الاغلبيه الصحيحه باش تاهلوا انه يكون من الحكومه اش يدير يتحالف معاهم مع العنصريين بيان سير كما داروا في اندلسيا وكما داروا في مورسيا وكما داروا في بزاف ديال الحوايج ما كيحشموش هما كيتحالفوا معاهم ومش كيديو الاغلبيه حتى من كتكون محتاج بحال هكا ربحتي في الانتخابات باش تولي رئيس ديال اسبانيا هذوك الاصوات اللي عندك في البرلمان ما كتاهلكش انك باش تربح واخا تربحتي الانتخابات اول حزب ولكن خصك دوك المقاعد اللي كتاهلك انك تكون حكومه وتكون رئيس الرئيس ديالك اش يدير هو يتحالف مع حزب اخر مع من مع العنصريين وهذاك اللي يتحالف معاه راه ما يعطيش الصوت ديالو فابور هاكاك لوجه الله نو راه يقول له الشروط ديالي اللي بغيتي ندخل معاك في الحكم باش ندخل معاك باش نكونوا حكومه ائتلاف ديال راه كاين ماشي بعض المرات ما تكونوش احزاب يقدروا يكونوا حتى ثلاثه احزاب هما اللي مكونين الحكومه فهمتوا ولهذا نهار اللي انت طلبني تقول لي انا بغيت الاصوات ديالك باش نكون انا قلت لا خويا لا بغيتي الاصوات ديالي اش غدير هما اشنو البروغرام ديال البرنامج ديالهم هذا الحزب ديال هذا الحزب العنصري نفس ما شنو البرلمان ديال البرنامج ديالهم هو انه اي مهاجر مقيم في اسبانيا ما خدامش انجريو عليها سيدي واخا تكون عندك الورق سمعتو واخا تكون عندك الورق انجريو عليك ما دي ما ندير بيك انايا صافي ما خدامش ما دي ما ندير بيك شوفوا قمه ديال العنصريه راه ماشي بحال العنصريه راه ما كاينش انت ما عندكش الورق هذوك اللي ما عندهم خلاص اللي ما عندهمش مساك الورق هذوك راه ولاو يبداو بهم هذا الشيء لا قدر الله ووصلوا للحكم تنتمنوا انهم ما يصلوش حيت لو وصلوا تكون كارثه ما كيتحالفوا اغلبيه كيتحالفوا على المغاربه ومع المغاربه هما اللي حاكل لهم الدبره مع المغاربه كيكرهوا المغاربه على واحد الضرب بالكذوب التصريحات ديالهم بالكذوب راه ما كاينش هو باش كيجروا بنادم راه بالكذوب مواقع التواصل الاجتماعي راه تعرفتي اش كيقولوا ولا واش كيكتبوا ولا تعرفتي شنو ولهذا انا باش نسالي الفيديو ديالي كننصح الاخوان المغاربه اللي كاين هنايا ولا جات زايريه ولا توانسه ولا مصريه اي مهاجر شاف هذا الفيديو وفهم الميساج ديالي الرساله ديالي اللي باغي نوصل انايا هو انك الا كنتي خدام حافظ على الخدمه ديالك ما كانتش عندك الجنسيه ضرب اخويا الجنسيه ضرب سيدي الجنسيه شد الجنسيه كتحفظ لك كتولي مواطن اسباني ولا مواطن فرنسي ولا مواطن الماني ولا انجليزي وراه كتساعدك كتولي عندك حق انك تشارك في انتخابات ولا انك تصوت كيولي عندك الصوت حتى عندك كتولي مواطن الدرجه الاولى مش مواطن الدرجه الثانيه الناس اللي ما عندهمش الجنسيه ما كيصوتوش هذه القضيه راه معروفه يعني مواطن من الدرجه الثانيه وخا حتى انك تخلص الضرائب ديالك كتخدم والحقوق ديالك كاع الواجبات قال لي عليك كتخلصها ولكن ما عندكش حق في هادشي اللي كاين هذا هو القانون ما عندكش حق ما تصوتش في الانتخابات وخا انك تخلص الضرائب من كتولي عندك الجنسيه كتولي مواطن من الدرجه الاولى مواطن بحال سبليوني عندك حق انت تصوت وعندك حق في كل شيء لهذا كنصح الاخوان حاولوا ما امكن اللي ما عندوش الجنسيه ترى خويا الجنسيه دفع الجنسية وقرا اللغة وتقاتل ودوز الامتحان كما كيديروا كل شيء باش تهني راسك من المشاكل باش تهني راه المستقبل باش كل اللي كان يقول
الانجليز تخرج من الاتحاد الاوروبي اي خرجت حتى واحد ما كان يقول اي خرج الانجليز يخرج هما خرجوا بداو الحمله طف 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 حنا ما بغيناش هذه وبنادم وكيجروا بنادم بنادم كيتيق بهم وكيصوت عليهم وهما خرجوا ما بقاش في الاتحاد الاوروبي شكون اللي يضمن لي اخويا انا العنصريين ما يوصلوش للحكم في فرنسا ولا في اسبانيا ولا في ايطاليا ايطاليا المهم ايطاليا راه ما وصلوا راه ماشي راه وصلوا ولا ولاو جميع الدول الحكومات في الاتحاد الاوروبي عنصريين ولا صافي راه جمع راسك جمع راسك ولهذا اخويا كنصحكم على الاخوان واحد يقلب الا ما كنتيش خدام اخويا قلب على خدمه دابا الانتخابات راه مقالاش بزاف قلب اخويا نتقاتلوا نقلب على خدمه فاش ما كان فاش ما كان نخدم ها أه؟ فاش ما كان ولو نمشي نسرح البقر وما نجلس وما نجلس بلا بلا خدمه الخدمه راه ماشي عيب الخدمه راه العباده صاحبي المهم دخل لنا الفلوس في ما كان المهم ما نبقاش جالس في ما كان راه ما تقولش لا هذه لا ما نخدمش انا هذه انا مرضت هذيك احيدا من بالك جيتي خويتي بلادك خويتي بلادك وخويا نصبر نصبر يا خويا ونخدم هي ضربت شي مشكل ديال كتصور بيد تصور بيد وهذا الاخوان الفيديو ديالي هنا نساليه ونتمنى والله يكمل على خير يكمل كل شيء الله يعاون كل شيء وصافي الله يعاونكم وتهلاو في راسكم وشكرا للمشاهدة.